Thank you. So, congratulations on a successful كان لقاء أخويا جمعني مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون. ناقشنا بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقنا على دعم علاقاتنا الثنائية. هناك العديد من الملفات التي يمكن تطويرها بين بلدينا، كما حققنا معا تطورا ملحوظا في قطاعات الزراعة، الاقتصاد ومجالات أخرى. تباحثت أيضا مع السيد الرئيس الأوضاع الإقليمية والسياسية بالمنطقة. كان لقاء مثمرا وسنبني عليه مستقبل علاقات التعاون المشترك.